عارفوا لي اليوم حاجة حلوة برشا وقت اللي يبداو عازفين يعملوا عروض، خصوصا عروض تكون راقية وفيها موسيقى حلوة. برشا يقولوا يزينا من هاك الجوج، ما كل ماذا بينا نستنتوا نسمع موسيقى بنينة. هذيك علاش اليوم بحضيه سيف بنيه، بعد شوية باش نستقبلوا زميل وزميل باش نحكيوا بأكثر تفاصيل على العرض اللي كان البارح في النجمة اسمها الزهرة وعلى بقية العروض. سيف شحويرك، مرحبا بك، شكرا على الاستضافة. الحمد لله لاباس عايش فنان لاباس. البارح عرض كان باهي في نجمة عرض الزهرة، كان ناجح الحمد لله، و كان في حضور جماهيري محترم وإلقاء استحسان كبير من عند الجمهور الحمد لله. اليوم الثنائيات الفنية الموسيقية والتريو دلج شوية في تونس. أي ما سي اون توندونس كي اللي قاعدة تلقى في نجاح بشوية بشوية الموسيقى الآلاتية ولي كومبوزيسيون، دونك إن شاء الله تتواصل لافونتور. فوالا إن شاء الله. كيف؟ أنا قبيلة وأنا حاضرة كان يغني هو ونوردي البيجي، قالوا استحفظ على صوتكم من أحلى الأصوات. اليوم أنتم كعازفين اليوم مهمتكم أصعب، لأن يعني الفنان اليوم ربما طريق ثنية سهلة شوية، العازف باش يلقى جمهور وباش يلقى المهرجانات وين يغني. سي نحب نشكره خاطر فريمون سي اون ديكوفيرت، صوت مهم ياسر، نتصور عنده مستقبل كبير. ريتك سيرح ما حبيتش نقلقك. اي معناتها تفاعلت معاه بالكدا ويعطيك الصحة، برافو. يعيشك ان شاء الله نشوفوك في انتاجك الخاص. ان شاء الله. دونك بالنسبة للعازف باش نرجع لسؤالك، العازف باقي قاعد متخبي ورا ستار الفنان. ولا مارجيناليزي ولا في عرض كبير. صحيح، باقي يستعملوك كاكومبانيومون وكهو، ما بروزش ياسر كان في السنوات الأخيرة، معناتها في السنوات الأخيرة في نطاق الموسيقى الكلاسيكية باقي لا فيرتشوزيتي لا سون عندها، معناتها قيمتها وعندها مكانتها، مي في الموسيقى العربية قعدنا باقي اون باك جراوند. توا ديما متممات ومجملات الفنانين، فما موفمون قاعدين نحاولوا نخدموه ونطوروه كونه يحط اون فالور أكثر للعازف. العازف ولا. اليوم سيف تفكروا أنه يكون عندكم انتاج خاص وسيديات تصدروا، مازلتوا في الخطوة الأولانية، تبحثوا على صار الجمهور نتاعكم في المهرجانات في العروض اللي تقدموا فيها اليوم. هو مشروع جديد دونك مازلنا كي حاطينه على السكة، البارح يتسمى تحط على السكة. بريق. بريق اي فوالا. حلو الاسم. حلو وي. بتيت انسبيراسيون. دونك فوالا مازال كي تحط على السكة، نحن نطمحوا كونه يصير عليه إقبال معناتها من المهرجانات وكل شيء باش نجموا كما نقولوا نحن بلغتنا العاميه ندوروه ويلقى معناتها الاشعاع اللازم، وبوركوا با من بعد لونغوجيسترومون هو جينيرالمون سي لاشيفمون دون تورني، دونك وقت نعملوا اون تورني باهيه وقتها نوثقوا الخدمه نتاعنا بتسجيل يكون دو بون كاليتي. بعد شويه باش نستقبلوا سيمي باش نكملوا ديو هذيا باش نستمتعوا بموسيقى اخرى للناس اللي تحب شويه عزف. صيف اللي فاتوا العرض نتاع النجمه الزهره، وقتاش فما عروض اخرين؟ والله هو باش نفسر لك اللي العروض هي اون فيت يا في نطاق مهرجانات، دونك في المهرجانات تشوف تقعد تستنى في لابيل دوفر سي اون فو وتقدم ملف تقدم فيه العرض. دونك اذا كان فما مهرجانات قادمه في اللي هي التي تعنى المهرجانات اللي تعنى بالنوعيه نتاع الموسيقى نتاعنا نحن حاضرين بطبيعه باش نقدموا لها. وفما دي بروبوزيسيون جاونا مثلا في الكاتريام ار، فما فيستيفال هابي اور اتصلوا بنا وقالوا لنا ممكن نكونوا في الافيش. دونك الحمد لله معناتها العروض تجيب العروض تجيب بعضها. ولا قبيله قلت بعد شويه باش نستقبلوا سامي الغربي، اهلا وسهلا، مرحبا بك. مرحبا بك. مرحبا بك. عائله القانون المزيانه. عايش. احنا طولنا شويه في الكلام، نحبوا نسمعوا شويه موسيقى، شنو تسمعونا؟ كيوتيود. يال. يلا. هي مقطوعه من دالحين. باهي ياسر. Thank you.
يعطيكم صحة سامي، مرحبا بك. عايشك وبيك، عايشك، مرحبا بك ومرحبا بالسادة المشاهدين الكل. يعيشك، أحسن تحية قدمتها لجمهورك كانت بالقانون. بالقانون وبالغناء زاد. وبالغناء. خليني أقبل كل شيء. وسام عقلي هو البيانو اللي رافق قبيلة عزيز الهداشي، حتى ما ياخذوش حق العباد والموسيقيين، نعرف قداش يأثر فيهم وقت اللي يعزف إنسان وما يقولوش على اسمه هو. وسام عفلي، قل أما أسهل تغني ولا تعزف؟ وشنو لقيت تجاوب اكثر وقت اللي غنيت والا وقت اللي عزفت؟ باش نكونوا واضحين، باش نكونوا واضحين، بون الموسيقى بصفه عامه فماش غناء مع وحده والعزف وحده، زوز يكملوا بعضهم هما. وين لقيت روحك اكثر؟ والجمهور وين حبك اكثر؟ انا بطبيعتي ميوزيسيان، معناها عندي العزف وعندي الغناء، معناتها زوز يكملوا بعضهم عندي انا. فماش مغني من اصلا، فماش مغني نجم يطلع من غير عازف، ولا نجم يغني من غير عزف، لازم يكون فما عزف باش يكملوا بعضهم الزوز. ولكن فما برشا عازفين ما يغنيوش راه. وهو صيف بحذاك. بون مش ما يأديوش، يغنيو ما يأديوش. لأنك تغني وتأدي ولأنك قدمت عرض مزيان وفيه بارتي غنيت، خلينا نسمعوا كأننا في العرض موجودين. تفضل صيف ويسام.
للبنايا أسلموني، للمنايا أسلموني عندما سلوا سفاحا، عندما سلوا سفاحا. سرت لما تركوني، سرت لما تركوني، أملأ الدنيا نواحا، أملأ الدنيا ضيعوني ببديل ما به بعض الجمال، ضيعوني ببديل ما به بعض الجمال. ولهم كم من قاتل، ولهم كم من قاتل، سيف. برافو سامي الغربي على الاغنيه المزيانه. الاغنيه الكل باش نهديهم للطفله حسونه بالقيد، يهدي كيف تقاني الحصه الى الام صابرين والخاله فاخته وخصوصا الجده مكيه برويزه، ويتمنى لها الصحه والعافيه، ونتمنى لهم زيد الكل الصحه والعافيه. سيف حاب تقول حاجه قبل ما نودع جمهورنا بالمرسويت هذوما الموسيقى اللبنانيه؟ ساعة حبيت نقول اللي الاغنيه اللي كنا نقدموا فيها هي من التراث التونسي، اللي هي تاع الشيخ احمد الوافي، موشح يا لقومي. قمت بتوزيعها، اعاده توزيع ولا بتوزيعها، خاطر نعملوا شويه حتى مع بعضنا، نخدموا شويه توزيع، نحاولوا نقدموا التراث في حله جديده. اللي حبيت نقوله كونه ان شاء الله هذا بروجي تحط على السكه، وان شاء الله معناتها يكون عنده مستقبل، وانا متاكد باش يكون عنده مستقبل، خاطر الحمد لله معناتها احنا دي ميوزيسيان مغرومين نخدموا للموسيقى. وهذاك علاش كنتوا بحضينا، ان شاء الله بريقكم يدوم هكا ونشوفكم في برشا مهرجانات. سامي كلمتك الاخيره للناس اللي يحبوك ويتبعوا في اخبارك. اول حاجه ان شاء الله نشكركم الساعه الاستضافه واللي اعطيتونا الاهتمام هذا، وان شاء الله البروجي يكمل، وان شاء الله نواصلوا فيه البروجي هذا، وراح نقدم تحيه لانيس صاحبنا. احنا انتم تريو، هذاك علاش نقول لكم تريو ثالثكم. ثالثنا مجلس معنا تشيلو، انيس الغربي، نشكروه برشا. يعطيكم الصحة، يعيشك. مرحبا بك سامي الغربي. سيف بني، نتمنى لكم نجاح وتوفيق كل ما عندكم جديد. مرحبا بكم على الوطنية معنا في برنامج إلا ونجوم، إن شاء الله نشوفكم في عروض أخرين زيادة بهين كما تتمنوا، أنكم تحلموا تكونوا موجودين في كل مسارحنا، وهذا حقكم في أنكم كعازفين تقدموا زيادة موسيقى باهية. شكرا لكل من اختار أنه يصر معنا في لما ونجوم، إن شاء الله في لما جديدة على الوطنية. شكرا لكل كيب تكنيك والمخرجة نجوم حمودة، نعيمة بن عمارة، تحييكم صباح الخير وإلى اللقاء، وكل كيب تكنيك يقول لكم صباح الخير.